بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا موعدكم مع حلقة جديدة من برنامج الأطروحة المهدوية، في حلقة أولى بعد توقف دام مدة شهر كامل. عنوان حلقة الليلة: حديث الثقلين، سنده ودلالته، القسم الرابع عشر. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد، أهلا ومرحبا دكتور. حياكم الله سماحة السيد. طبعا سماحة السيد، صار التوقف فلا بد من خلاصة لما تقدم في الحلقات أحسنت السابقة، حياكم أحسنت. الله، تفضلوا. نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. طبعا كما ذكر أخي العزيز الدكتور سالم، أن هذا البرنامج تقريبا أكثر من شهر ونصف الآن نعم متعطل نعم وعطل، ولذا في المقدمة أستميح المشاهد الكريم عذرا أنه سوف أضطر إلى استذكار جملة من الأبحاث التي أشرنا إليها نعم فيما سبق، حتى تترابط الأبحاث السابقة وما نريد أن نذكره في هذه الليلة إن شاء الله. طبعا والليالي أو الأسابيع القادمة والحلقات القادمة. نعم إذن في المقدمة أعتذر إذا صار هناك بعض التكرار وإشارة إلى بعض المباحث التي عرضنا لها، إنما الهدف منها لترابطي إن لبيان شاء الله. ترابط هذه الأبحاث نعم، واستذكاري، فإن الذكرى وذكر، إن فإن الذكرى تنفع المؤمنين. تنفع المؤمنين. نعم، أنا أتصور بأنه كان عندنا بحث أساسي، وهو أنه مرتبط بالأطروحة المهدوية. نعم، ويتذكر المشاهد الكريم أننا قلنا في أطروحة الإمام المهدي المنتظر هناك مجموعة من الأبحاث المشتركة ومحاور مشتركة بين جميع علماء المسلمين وبين جميع الاتجاهات الإسلامية، لا يختلف عليها اثنان، وهو أنه في النتيجة في آخر الزمان سيظهر شخص يعد إماما من أئمة أهل البيت ومن عترة رسول الله. هذا متفق عليه، لأن النصوص الصحيحة والصريحة أثبتت أنه من عترتي، من أهل بيتي، من ولدي فاطمة. نعم، هذه القضية واضحة، لا مجال أحسنتم. للريب فيها، وأنه ينتظر من قبل جميع الأمم الإسلامية بل من البشرية جمع. جمعاء، نعم، باعتبار أن هذه النظرية لعله أيضا موجودة في مكان آخر. نعم، هذه المحاور المشتركة في الأطروحة المهدوية، قلنا هناك بعض المحاور المختصة بمدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. المحاور المختصة والأبحاث المختصة بمدرسة أهل البيت هو الذي حاولنا أن نقف عليه من خلال حديث الثقلين. نعم، يعني من أهم المحاور المختصة بمدرسة أهل البيت، وهنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت عندما أقول مختصة بمدرسة أهل البيت، يعني من أنكر هذه المحاور سوف يخرج عن مدرسة أهل أهل البيت. البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه قضية عقدية بودي أن يلتفت إليها أتباع مدرسة أهل البيت بشكل عام. إخواني الأعزاء، من أراد أن يكون، أو لو سألنا سائل ما هي الأصول التي على أساسها يعد هذا الإنسان داخلا في مدرسة أهل البيت ومن أتباع أئمة أهل البيت ومن الشيعة الإمامية الاثني عشرية، طبعا هناك عندما أقول الأصول هي هذه، لا يتبادر أنني لا أعير أهمية للتوحيد والنبوة، أحسنت. ولا لا، ذيك مشتركة. نعم، أنا دا أتكلم عن المحاور من أهمها بل أهمها على الإطلاق، الإيمان بأن الإمامة
بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، إنما هي لعلي وأولاده عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعندما نقول الإمامة لهم، مرادنا من الإمامة ليست إمامة عاطفية، إمامة دينية ونتلاعب بالألفاظ، لا، الإمامة السياسية وهي القيادة في الأمة. وهذه تعتقد مدرسة أهل البيت بإجماع علمائهم من غير مناقش ومن غير متردد في ذلك، أن هذا منصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى ببيان وإبلاغ من رسول الله صلى الله عليه وآله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. هسه قد يقول قائل: سيدنا، من يقول أن هذه الآية في علي؟ في علي؟ هذا بحث إن شاء الله في محله، إن شاء الله إذا عرضنا لأبحاث الإمامة سيتضح أنها هل أنها في علي أو أنها في ليست في علي، نعم، في شخص آخر أو في شيء آخر، نعم. هذا الأصل الأول. الأصل الثاني أن هؤلاء الأئمة هم 12 باقتضاء قول رسول الله الحديث المتفق عليه: خلفائي من بعدي 12. هذا الأمر الثاني. الأصل الثاني في مدرسة أهل البيت بعد التوحيد والنبوة وباقي الأصول العقدية، الأصل الثالث أن هؤلاء الأئمة 12 كلهم معصومون بالعصمة الإصطلاحية. ومعنى العصمة الإصطلاحية أشرت إليه بمعنى بشكل واضح في كتاب العصمة، للمشاهد أن يرجع إلى ذلك. هذا الأصل الثالث. الأصل الرابع، وأن الإمام 12 من أئمة أهل البيت حي موجود الآن، موجود الآن، لا أنه سيولد بعد حين ذلك. نعم. نحن بعد أن بينا العناصر المشتركة في الأطروحة المهدوية، نحاول إن شاء الله تعالى، وحاولنا في الحلقات السابقة، أن نشير إلى العناصر المختصة. ما هي العناصر المختصة؟ أولا، أن هذا المهدي المنتظر هو ماذا؟ هو أحد الأئمة 12 من أئمة أهل البيت، نعم. أولا، وثانيا أنه معصوم، وثالثا أنه حي موجود، يرزق، موجود الآن. نعم. وكيف دخلنا إلى هذا البحث للمشاهد الكريم؟ قلت للمشاهد الكريم وفي المقدمة اعتذرت له أنه سأضطر إلى تكرار بعض الأبحاث. قلنا أنه مدخلنا إلى هذا البحث من خلال تلك النصوص المتفق عليها التي لم يختلف عليها أحد من علماء المسلمين، أنه من مات وليس عليه إمام يبايعه مات ميتة ماذا؟ جاهلية. إذن هذه قضية لم يختلف فيها أحد من المسلمين. إذن كل مسلم، وهذه قضية إخواني الأعزاء أي المشاهد الكريم، قضية خطيرة جدا لأنها مرتبطة بمصيره الأخروي. نعم. من مات وليس عليه إمام، ومراد ليس عليه إمام يعني إمام يبايعه، يبايعه، ولا بد أن يكون، ولا بد أن يكون ذلك الإمام إمام ماذا؟ إمام حق. نعم. لا إمام باطل يدعو ماذا؟ إلى النار. أحسنت. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. نعم. لو بايع مثل تلك الإمام خيأخذ بيديه إلى ماذا؟ إلى النار. إلى النار إخواني الأعزاء. وأنا أستغرب من البعض عندما يقول أنه نحن نوالي أو نبايع ولاة أمرنا، وهؤلاء ولاة الأمر بعضهم من لا يعرف أن يصلي، مو لا يصلي، لا يعرف الصلاة، لا يعرف الدين، يده بيد الكفار، يده بيد أعداء الأمة، لا ينظر إلى مصالح المسلمين بل من إلى مصالح ماذا؟ أعدائهم. واقعا هذول اتخذوا ماذا؟ نعم. اتخذوا الآخرين، ما أريد أقول اتخذوا أعداء الأمة أولياء. أحسنت. مو اتخذوا الأمة لهم أولياء وينصرونهم. أحسنت. في هذا كيف يمكن أن تكون البيعة لهؤلاء هي المنجية من الضلالة وهي المنجية من النار؟ أبداً. مع أن صريح القرآن الكريم يقول بأن الإمام على ماذا؟ إمامة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا،
وأئمة ماذا يهدون إلى النار، يدعون يهدون إلى النار، ويوم ندعو كل أناس بإمامهم. جيد جدا، أحسنتم، جزاكم الله خيرا دكتور. إذا على هذا الأساس، إذا أنت بايعت ووضعت يدك، التفت جيدا، وضعت يدك في إمام، هذا الإمام يدعو إلى النار بحسب أفكاره، اعتقاداته، سلوكه، تحشر ماذا؟ معه. تحشر معه يوم القيامة. نعم، إذا بايعت وكنت تحت راية إمام حق، أحسن، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هذه الإمامة هي التي توصلك ماذا؟ إلى الرضوان، إلى الرضوان وإلى الجنة. إذن إخواني الأعزاء، هذه القضية لا فقط خطيرة، بل جد خطيرة، بل جد 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 خطيرة، مصيرية، مصيرك في الآخرة، مو فقط مصيرك في الدنيا. هسه بغض النظر أن هذا الإمام في الدنيا إلى ماذا يجرك، ينتصر وإلى ينتصر، وإلى أي ذل يجرك، هذه أمامك الآن يا إخوان الأعزاء. والله بحثي مو سياسي حتى أنه أدخل في البحث السياسي، هم أمامك عشرات الدول العربية والإسلامية وضعت يدها في أيدي أعداء الأمة. انظروا ما هو مصيره، انظروا ما هو حال المسلمين في فلسطين، وما هو حال المسلمين في أفغانستان، وما هو حال المسلمين في كثير من بلدان الإسلامية. لماذا لابد أن يكون وضع الأمة الإسلامية لولا مجموعة هؤلاء الحكام الذين وضعوا أيديهم بأيدي ماذا؟ سنتم. بينكم وبين الله، أيوجد عاقل، لا أقول أيوجد مفكر، لا أقول، أيوجد إنسان عاقل، أيوجد إنسان يفكر يقول أن بيعة هؤلاء توصل الإنسان إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وأنهم هم أولي الأمر الذين يجب طاعتهم، وقع وهؤلاء هم أولي الأمر، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هؤلاء هم أولي الأمر الذين وقعا. هل يمكن أن يقاس هؤلاء برسول الله صلى الله عليه وآله، أو حتى ببعض خلفائه؟ هل يمكن أن يقاسوا هؤلاء؟ إذن كيف يمكن؟ ولذا نحن كان مدخلنا إلى هذه المسألة، وهي مسألة إثبات حياتي وعصمتي المهدي المنتظر، مدخلنا هذه القضية، وهو أنه نحن إنما نبحث هذه القضية، لأنه بعض الإخوة إذا يتذكر المشاهد الكريم قالوا لنا ما هي أهمية هذا البحث، أين تكمن أهمية هذا البحث والبعد النظري والبعد العملي في هذا البحث؟ يعني سواء علمنا أن المهدي حي أو ليس ماذا؟ ليس أو ليس بحي. علمنا أنه معصوم أو ليس ماذا؟ أو ليس بمعصوم. الجواب أخي العزيز، أختي العزيزة، أيها المسلمون في كل العالم، أيها الذين تبحثون عن 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 خلاصكم في الآخرة، قال من مات وليس عليه إمام مات ميتة جاهلية. وقعا ما يستحق من كل واحد منكم أن يبحث ولو لأيام، ما أريد أقول لسنين، أن يبحث عن هذا الإمام الذي لابد أن يكون هو تحت رايته. أحسنت. لابد أن وعندما أقول يبايعوا لا يتبادر إلى الذهن، قد يقول لي قائل أنتم تقولون أن إمامكم غائب فكيف نبايع؟ لا لا لا، البيعة مولانا قضية ماذا؟ قضية قلبية، قضية عقد داخلي. ولا أنت عندما الآن تبايع حكامك، شنو تذهب وتضع يدك في أيديهم؟ يعرفونك من أنت؟ أصلا يعرفونك، تعرفهم، تجلس معهم، تراهم، يرونك. أبدا أبدا، أبدا. إذن هذه قضية قلبية، قضية ارتباط روحي، ارتباط قلبي، ارتباط وجداني، ارتباط نفسي. هذا الارتباط النفسي كالارتباط النفسي بالله سبحانه وتعالى. نعم. يعني نحن عندما نقول نحن تحت راية الله سبحانه وتعالى، ما معنى ذلك؟ وعاهدنا الله تعالى، وعاهدنا الله سبحانه وتعالى، وأخذ عليه، يعني ذهبنا وصافحناه ملام أبدا أبدا، انعقدت النية والقلب. وهذا الارتباط هو الذي يعطي للإنسان ما يعطي من المزايا. المهم، إذن على هذا الأساس طرحنا هذا التساؤل، من هو ذلك الإمام الذي تجب علينا ماذا؟ الآن يجب علينا أن نكون تحت رايته، ويجب علينا ماذا؟ أن نطيعه. من هنا دخلنا في حديث الثقلين. إذن ما هو المدخل إلى حديث الثقلين في أبحاث الأطروحة المهدوية؟ المدخل لذلك كان يمر منهن هذه النقطة، وهي أننا أردنا أن نتعرف على الإمام الذي تجب علينا بيعته وأن نكون تحت رايته بنحو
إذا حشرنا يوم القيامة نحشر تحت راية إمام هدى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نكون تحت راية لماذا؟ لأن القرآن صريح يقول يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فإذا كان إمامهم إمام حق فيهديهم إلى الجنة والرضوان ولقاء الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان ونستجير ونعوذ بالله كان إمام باطل، إمام ضلال، يدعوهم ماذا؟ إلى النار. يدعوهم إلى النار. إذن القضية مولانا وهي تحتاج إلى بحث. جيد، عندما دخلنا إلى حديث الثقلين، نعم، وبتعبير آخر يتذكر المشاهد وتذكرون دكتور، نعم، قلنا حديث الخليفتين. أحسنت. باعتبار أنه حتى تنسجم الخلافة إني الخلفاء من بعدي ماذا؟ اثنى، نعم، عشر، نعم. وهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليفتين. إذن هذا ينطبق كاملا مع أحاديث الاثني عشر. عشر. المهم، نعم، قلنا خارطة الطريق، التفتوا جيدا، خارطة الطريق في حديث الثقلين يمكن أن يبحث بالنحو التالي. نعم. المرحلة الأولى وقفنا عند بحث صيغة حديث الثقلين. حديث الثقلين قلنا توجد هناك صيغتان مشهورتان. نعم. الصيغة الأولى صيغة كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الصيغة الثانية كتاب الله وسنتي أو سنة نبيه. نعم. هذا الذي أشرنا إليه. ثم بينا للمشاهد الكريم أن هذه الصيغة وهي كتاب الله وسنتي أو سنة نبيه لا أصل لها أبدا. أحسنتم. وبينا أنها إما بطرقها المتعددة، سواء كانت خمسة أو ستة طرق، كلها بينا أنها إما ضعيفة أو مرسلة أو مرسلة أو موضوعة أو من كذابين أو من وضاعين أو من مدلسين أو إلى غير ذلك. أحسنتم. وبينا هنا قلنا بأن الذي يرى خلاف ذلك عليه البيان. أحسنتم. فليأتنا واقعا هنا، واقعا ندعو جميع علماء المسلمين، جميع المتخصصين، جميع أهل البحث. لا يقول لي قائل بأنه هذا مستفاد من كتاب الله. بحثنا الآن نحن ماذا؟ في حديث الثقلين. حديث، نعم، نحن أيضا نعتقد ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا أشكال. نحن أيضا نعتقد أن العطر عليهم أفضل الصلاة والسلام يبينون سنة من؟ سنة رسول الله. ولكن نحن نريد أن نقول أن العطر هم الممثل للسنة النبوية. لا أي طريق يمكن أن يمثل السنة النبوية على أي الأحوال. إذن هذا الطريق أو هذا البحث أو هذه الصيغة قلنا صيغة ماذا؟ صيغة غير صحيحة. انتقلنا إلى الصيغة الأولى. قد يقول قائل أنها صيغة ماذا؟ أيضا غير صحيحة. وعترتي، يعني وعترتي أيضا لا يوجد. وهذا الذي أنتم تسمعونه على المواقع، على الفضائيات، على واقعا أن هؤلاء المتكلمين أنا لا يخلو الأمر من أحد أمرين، إما واقعا ليسوا من أهل الإطلاع وليسوا من أهل العلم وإن سموا أنفسهم من أهل العلم، وإما أنهم واقعا يعرفون الحقيقة ولكنهم يكتمون الحقيقة. نعم. ولا يملكون الشجاعة والجرأة أن يقولوا هذه هي الحقيقة. نعم. لماذا؟ ويكون في علمكم هذا فقط في ابن تيمية وأتباعي ابن تيمية وإلا أكون على ثقة، والذي يرى غير ذلك فليدلنا عليه. نحن لم نجد ذلك إلا في من؟ في ابن تيمية، الشيخ ابن تيمية وأتباعه ومقلديه في هذه المدرسة التي تسمي نفسها مدرسة السلفية الحديثة أو المحدثين. هؤلاء هم الذين يحاولون أن يبثوا أن حديث الثقلين بصيغة وعترتي ضعيف وحسنه البعض. هذا النص إذا تفضلوا قالوا وحسنه البعض. إذا كان يريد أن يبين للآخرين أنه منصف، نعم، يقول وصححه البعض هكذا. نعم. وإلا لا يبين لنا من هو الذي ضعف حديث الثقلين بصيغة وعترتي. فليبينوا. عندما نبحث نجد أن الذي ضعفه من؟ أمثال ابن تيمية. حسنت. ليس ابن تيمية ومن جاء بعده. نعم. ابن تيمية هذا المعنى بشكل واضح وصريح ضعفه في كتابه منهاج السنة وفي مواضع متعددة، الجزء الرابع في صفحة 300 من الكتاب. قال
طبعا بعد أن ينقل الصيغة المعروفة في صحيح مسلم التي لا يوجد فيها كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما أو فإنهما لن يفترقا، هذه الصيغة ما موجودة في صحيح مسلم. الموجودة في صحيح مسلم أنه قال كتاب الله فيه الهدى، ثم قال حث على كتاب الله، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ولذا الشيخ ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول وهذا اللفظ يدل على أن الذي أمرنا بالتمسك به وجعل المتمسك به لا يضل هو كتاب الله. إذا نفى السنة هو الأمر. أحسن ينفي، أحسنتم، ينفي السنة وينفي العترة. أحسنتم، التفتوا جيدا، هذا النص كما يتفضل الدكتور صحيح، ينفي السنة وينفي ماذا؟ العترة. يقول الذي أمرنا، ولذا أنتم تجدون الآن على الألسن ائتوني بآية من القرآن، حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، أو لا يكون في يكون في علمكم. هذه المقولة مقولة الخوارج، نعم، مقولة أنه ائتونا بآية من القرآن، هذه المقولة واقعا لم يقلها أحد من علماء المسلمين إلا الخوارج وابن تيمية وأتباع ابن تيمية. وإن شاء الله في بحث من الأبحاث سأقف عند هذه المسألة، وهو أن هذه مقولة أنه عندما نتكلم عن الإمامة نتكلم عن أي مسألة عقدية، أولا نقول أين في القرآن، أين في القرآن، وكأنه أساسا الدين لابد كله فقط ماذا؟ صريح القرآن، القرآن. أما أنه غير القرآن هذا بالدلالة الالتزامية نفي للسنة، أصلا نفي للسنة، بل نفي لنفس القرآن. لماذا؟ لأن القرآن قال ما آتاكم الرسول فخذوه، نعم، وما نهاكم عنه فانتهوا. يبينه الرسول، يبين القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن على أي الأحوال صريح ابن تيمية يقول الذي مع أن النصوص التي سنقرأها بعد ذلك ما إن تمس تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. ما إن تمسكتم به، يعني كتاب الله، ما إن تمسكتم. إخواني الأعزاء أيها المشاهد الكريم، هذه الحقيقة اطمئن تعتبر من أركان مباحث السنة وهو حديث الثقلين. ليتبادر إلى الذهن لماذا أن السيد الحيدري يقف عندها طويلا، لأن هي مصير الإنسان بهذا الحديث، بهذا الحديث المتواتر كما سيتضح. وهكذا جاء في غير هذا الحديث كما في صحيح مسلم عن جابر وأما قوله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فهذا رواه الترمذي وقد سئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح. وهذا الذي أنتم تجد هؤلاء المقلدة، هؤلاء الأتباع إما عن علم وإما عن غير علم يكررون ماذا؟ يكررون هذه الجملة أنه صح، حسنه، ضعفه وحسنه البعض. هذا منشأه من؟ منشأه الشيخ ابن تيمية، هذا الذي قلنا مرارا وتكرارا أنه هو المنظر والمؤسس لإبعاد الناس عمن؟ عن عترة أهل عن عترة النبي وعن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. جيد، في مقابل هذه الآن أنا ما أريد أطيل على المشاهد، هو يتذكر المشاهد الكريم في أبحاث سابقة نحن وقفنا مفصلا عند هذا، ولكن من باب الإشارة، هذا أحد أعلام المدرسة التي واقعا تنتمي إلى مدرسة ابن تيمية، وهو الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار عالم الكتب، المجلد السابع من الكتاب في الصفحة 668، 668 من الكتاب. هذه الرواية، هذه يقول وقد روى النسائي في سننه عن محمد بن المثنى إلى أن يقول عن زيد بن أرقم قال لما رجع رسول الله من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا، ثم قال كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين
أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قرأ الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله قضية من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يريد أن يقول أن هذا النص هذه العترة ينطبق على علي. أحسنتم. وإن شاء الله أيضا أعد المشاهد الكريم في حلقة مستقلة أبين أن حديث الثقلين من أهم المواضع التي ورد فيه هو غدير ماذا؟ خم. هو غدير خم. نعم. أنه صدر حديث غدير خم حديث ماذا؟ الثقلين. حديث الثقلين. انظروا ماذا يقول. يقول ثم قال الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال من كنت مولاه فهذا وليه. هسه قد يقول لقائل سيدنا هاي الولاية مو الولاية السياسية، جيد، كل ما ثبت لرسول الله يثبت لعلي. جيد، وأنتم دلونا على نص واحد في جميع كتب المسلمين أثبت لصحابي ولو كان أبو بكر ولو كان عمر ولو كان غيرهما أفضل منهما أقل منهما أن رسول الله بطريق صحيح متمقبول عند جميع علماء المسلمين أثبت لصحابي ما أثبته لنفسه. قال من كنتم ولا فهذا مولاه. دلونا يا إخواني دلونا، متفق عليه. مو تروح تقول لي بأنه قال في البخاري، هذا البخاري حجة عليك لا حجة علي. نعم. كما أنه إذا أنا قلت من الكافي أنت تقول ماذا؟ حجة علي. هذا كذب. أنت تتهم إذا نقلت لك رواية عن الكافي عن البحار ماذا تقول؟ تقول هذه روايات أنتم وضعتموها. إحنا بنستطيع أن نقول بنفس هذه اللغة بنفس هذا المنطق أنتم وضعتموها. إذن لابد أن نتفق من الأول أن كل هذه الأحاديث تقول لنا أن كل ما ثبت لرسول الله ثبت لمن؟ هسه يقول لقائل سيدنا لم تثبت الإمامة السياسية لرسول الله. أقول جيد جيد، خمو إذا لم تثبت لرسول الله ولم تثبت للخلفاء بعد هؤلاء الأول والثاني خلفاء من؟ إذا لم تثبت الإمامة السياسية لماذا خلفوا رسول الله؟ خلفوا في أي؟ في الإمامة الدينية. أنتم تقولون لعلي. هؤلاء إذا لم تثبت الإمامة السياسية لرسول الله إذا الخلفاء الأول والثاني والثالث هؤلاء خلفوا رسول الله في ماذا؟ في الخلافة في الإمامة السياسية أنتم تقولون غير موجودة لرسول الله. في الخلافة في الإمامة الدينية أنتم تصرحون أنها ثابتة لمن؟ لعلي. إذن هو أولى. إذن إخواني الأعزاء هذا الحديث حديث الغدير وأمثال حديث الغدير يقول لنا أن كل ما ثبت من خصائص لسيد الأنبياء والمرسلين عدا النبوة. نعم. إلا النبوة. أحسنتم. إلا أنه لا نبي بعدي. كل ما ثبت. ولهذا تجد هذه كل الروايات حبك من أحبك فقد أحبني ومن أبغضك فقد أبغضني ومن أطاعك فقد أطاعني. وهذا أحسنتم، هذا مصداق لآية المباهلة أنفسنا وأنفسكم. نحن لم نجد والله لا توجد عندنا صداقة خاصة ولم يبعث إلينا ما أدري كذا خاص علي بن أبي طالب وأهل بيته أبدا. وإنما الأدلة القطعية الثابتة في كتب علماء المسلمين أوصلتنا إلى أن عليا هو أقرب الناس إلى رسول الله، هو بمنزلة رسول الله إلا ما دل الدليل، وهذا من أوضح مصادقه. قال الله مولاي. نعم. التفت، يعني نفس الولاية الثابتة لله ثابتة لمن؟ لعلي. لأن رسول الله ماذا يقول؟ الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. يعني نفس الولاية الثابتة لله ثابتة لمن؟ لرسول لي الله. وما هو ثابت لي ثابت لمن؟ لعلي. ثابت لعلي. بينكم وبين الله أيوجد عاقل؟ لا أقول عالم، لا أقول مجتهد، لا أقول من يدعي من يدعون الادعاءات التي لا أساس له. أيوجد عاقل أن الولاية الثابتة لرسول الله كانت بمعنى المحبة والنصرة؟ يعني أيوجد عاقل هذا المعنى يقوله؟ ومن يعص الله ورسوله فقد أيوجد عاقل هذا المعنى يقوله؟ القرآن يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا أيضا يثبت ماذا؟ إطاعة وجوب إطاعة علي. أحسنتم.
عندكم دليل على الخلاف؟ بينوا الاستثناء. هذه كلها إطلاقات وعمومات لم ثابتة. تستثنى إلا النبوة. إلا النبوة في نصوص صحيحة، إلا أنه لا نبي بعدي. نعم. إذن إخوان الأعزاء تدبروا فيما أقول. أنا وإن كنت أعرف أن المشاهد قد يقول سيدنا خرجت من البحث، ولكنه باعتبار قرأت الرواية كان يستحق هذا المعنى. نعم. قال وأنا ولي كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي فقال والله لن يجرؤ أي إنسان في الإسلام في علماء في المسلمين وفي علماء المسلمين أن ينكر هذا النص، إلا أن يكون جاهلا أو معتوها أن ينكر. قال من كنت مولاه فهذا وليه. فقلت لزيد سمعته من رسول الله القائل السائل؟ فقال ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينه. مئة ألف أو يزيدون، هسه الآن 10,000 لا يهم. نعم. المهم أنها كانت قضية عامة. نعم. وسمعه بأذنيه يقول تفرد به النسائي من هذا الوجه. التفتوا إلى كلام من؟ إلى كلام إمام من أئمة لا يشك أحد أنهم ليسوا من مناصري علي، ما أريد أقول من أعداء علي، ولكنه ليسوا من مناصري والمدافعين عن علي. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي وهذا حديث صحيح. أحسن. وهذا حديث صحيح. لا حسن ولا صحيح. ثم يأتي ابن تيمية، ما أدري أن تقولوا، أقول جاهلون، أقول لا توجد عنده أمانة علمية، أقول عدو لا يستطيع أن يرى الحق. الله يعلم. التعليق لك للمشاهد الكريم، لماذا يقول أنه ضعفه أحمد بن حنبل وأنه قالوا لا يصح لا يصح؟ لماذا؟ أين الإشكالية؟ يعني ماذا يوجد في نفس ابن تيمية وأتباع ابن تيمية عندما يصلون إلى مثل هذا الحديث يقولون لا يصح؟ ما هي مشكلتهم؟ هم يدعون لا مشكلة لنا مع القرآن، إذن المشكلة أين؟ مع العترة. نعم. ولا شيء آخر لا يوجد. المهم هذا نص إخواني الأعزاء. النص الآخر وهو ما ورد في كتاب مشكل الآثار حتى يعرف المشاهد الكرام، وهؤلاء من كبار أئمة أهل السنة والجماعة. نعم. طبعا ذاك من كبار النهج الأموي وأتباع ابن تيمية، هذا من كبار أئمة أهل السنة والجماعة. شرح مشكل الآثار تأليف الطحاوي المتوفى 321 من الهجرة. نعم. شرح مشكل الآثار المجلد الخامس، المجلد الخامس. أنا بودي لأن ما أدري ليش يتأخرون الجماعة ما يخرجون على مباشرة. شرح مشكل الآثار المجلد الخامس للإمام الطحاوي، وتحققه شعيب الأرناؤوط هناك في المجلد الخامس صفحة، بودي المشاهد يلتفت، صفحة 18 في رقم الحديث 1765 بعد أن ينقل الحديث. يقول قال أبو جعفر، منو يعني أبو جعفر الطحاوي؟ الإمام الطحاوي صاحب الكتاب. فهذا الحديث صحيح الإسناد، ولكن ابن تيمية يقول ماذا؟ ضعيف. لا يصح، ضعفه. نعم. افترض معه ضعفه البعض، ولكن لماذا أنت تنكر أنه صححه أعلام من هؤلاء الأكابر؟ صحيح الإسناد، التفت إلى العبارة، لا طعن لأحد في أحد من رواته. ثقات. لا يمكن لأحد أن يطعن في أحد من رواته. أعيد العبارة، لا طعن لأحد في أحد من رواته، فيه أن كان ذلك القول كان من رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي بغدير خم إلى غير ذلك. ومن المعاصرين، وأنتم تعلمون بعد من أئمة السلفية المعاصرين. نعم. العلامة ماذا؟ الألباني. الإمام الألباني عندهم. حتى نذهب إلى فاصل بعد لو سمحت سيدي. نعم. طيب نذهب إلى فاصل ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم، فانتظرونا. صفطا على أرواحي
بك الروح هامت فاعذر أصابعها والفتونا لو بسكاكين حبك طارت وقطعت برؤاك العيون فكل ذراتنا ألف قيس مولاي ذاب عليك جنونا وألف يعقوب في كل عين ابيضت العين منه حنينا أمل صوبك صلى. مرحبا بكم مجددا مشاهدي الكرام ومرحبا بسماحة السيد. مرحبا بكم سماحة السيد. طيب تفضل سماحة السيد. نعم. ومن الأعلام المعاصرين العلامة الألباني سلسلة الأحاديث سلسلة الأحاديث الصحيحة المجلد الرابع في ذيل الحديث بودي أن المشاهد الكريم لا ينسى لأنه ذكرت له ذيل الحديث 1761 انظروا إلى نص الحديث يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا مو فقط كتاب الله كتاب الله وعترتي أهل بيتي مع أنه ابن تيمية يصرح ماذا فقط كتاب الله إذا تمسكتم به لن تضلوا مو كتاب الله وعترتي ولكن الألباني ماذا يقول لا يقول كلاهما كتاب الله وعترتي أهل بيتي ثم يأتي هذا في صفحة 355 من الكتاب ثم يأتي في صفحة 358 من الكتاب هذه عبارته يقول يناقش جملة من المعاصرين يقول وفاته كثير من الطرق والأسانيد التي هي بذاتها صحيحة التفتوا جيدا إذن معتقد ماذا بصحة هذه الصيغة يا صيغة وعترتي. كتاب الله وعترتي لا كتاب الله وسنتي أو حسنة فضلا عن الشواهد والمتابعات اللي هي أكثر من هذه كثيرا إذن إخوان الأعزاء مسألة صحة هذا النص وهذه الصيغة كتاب الله وعترتي وأنهما لن يفترقا حتى يردا لأنه إخوان الأعزاء في الأبحاث اللاحقة نحن نحتاج إلى هذه الصيغة نعم. لنقف على فقه الحديث على مضمون الحديث هذه المرحلة الأولى من البحث نعم. المرحلة الثانية من البحث أن هذه الصيغة هل هي أخبار آحاد أو أخبار ماذا متواتر. قطعية متواترة نعم. يتذكر المشاهد الكريم أنه بعض الأقوال قالت أن التواتر يحصل بنقل 5 من الصحابة نعم. بعضها قالت بنقل 10 من الصحابة بعضها قالت بنقل كذا وهذا الحديث لا أقل يوجد فيه أكثر من 20 من الصحابة الكبار نقلوا ماذا؟ هذا الحديث. أين؟ لا أطيل على المشاهد الكريم لأنه أريد أن أنتقل إلى بحث آخر وهو الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي تحقيق كامل محمد الخراط وعبد الرحمن بن عبد الله التركي مؤسسة الرسالة بعد أن ينقل الحديث في صفحة 438 التفتوا جيدا يقول وإن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض فانظروا بما تخلفوني فيهما ما هما كتاب الله حبل ممدود وعترتي أهل بيتي يأتي في صفحة 40 يقول ثم أعلم إن لحديث التمسك بذلك طرقا كثيرة وردت عن نيف وعشرين صحابيا ما يتجاوزون عن العشرين فعلى مختلف المباني متواتر فالحديث ماذا يعد حديثا ماذا متواترا لا يتبادر إلى الذهن قد يقول يقول لقال سيدنا ليست كل هذه الطرق صحيحة الجواب ذكروا في محله لا يشترط في التواتر أن تكون جميع الطرق ماذا نعم. صحيحة إذا كان بعضها صحيحة فيكفي في إثبات ماذا التواتر وهذا بحث موكول إلى علم الرجال وإلى علم الحديث الآن لا أريد أن أدخل فيه هذا من أولئك الذين صرحوا وأيضا من أولئك الذين صرحوا بهذا المعنى ما جاء في جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي للإمام السمهودي دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر
عطاء هناك في صفحة بعد أن ينقل الأحاديث في صفحة 233 يقول: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم عبارات أخرى: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلموا منكم. يقول: وفي الباب، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، وفي الباب عن زيادة على 20 من الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا ماذا؟ هذا الحديث. نقلوا هذا الحديث بها النص، ومع ذلك يأتي ابن تيمية يقول ماذا؟ لم يصح، ضعفه أحمد بن حنبل ونحو ذلك. ويتذكر أيضا المشاهد الكريم في حلقة في الحلقات السابقة أشرنا إلى أصحاب من؟ إلى الصحابة الذين نقلوا هذا الحديث في كتاب استجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوي الشرف للحافظ السخاوي المتوفى 902 من الهجرة. قال الجزء الأول: دار البشائر الإسلامية. هناك بودي بعد أن نقل الحديث قال: وفي الباب عن جابر وحذيفة بن أسيد وخزيمة بن ثابت وزيد بن ثابت وسهل بن سعد وضميرة وعامر بن ليلى وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعدي بن حاتم وعقبة بن عامر وعلي بن أبي طالب وأبي ذر وأبي رافع وأبي شريح الخزاعي وأبي قدامة الأنصاري وأبي هريرة وأبي الهيثم بن التيهان ورجال من قريش وأمي سلمة وأمي هانئ إلى آخر الصحابة. خب، إذن من حيث المتن اتضح أن متن وسنتي باطل موضوع وضعيف. من حيث السند في حديث وعترتي اتضح أنه لا فقط الأحاديث صحيحة بل ورد عن 29 من الصحابة. ولعلك لا تجد نموذجا واحدا، نادر جدا أن تجد أحاديث تتوفر فيها مثل هذه الشروط. وخصوصا خلوا هذا العامل خلوه في ذهن المشاهد، خليه يلتفت، وخصوصا أن السلطة الأموية والنهج الأموي والخط الأموي كان بناؤه على ماذا؟ هدم هذا الحديث، على التغطية وعدم السماح بنقل. ونحن نعلم أنه بعد رسول الله سمح بكتابة الحديث أبداً، أو منع من كتابة الحديث، منع، ومع ذلك وصل إلينا بهذه من أكثر الطريقة من 20 صحابي. فلو سمح بكتابة الحديث ولو كان هناك جو مساعد على نقل الأحاديث الواردة في أئمة أهل البيت وفي العترة لرأيتم أنه ينقل عن 100 صحابي، عن 200 من الصحابة. لماذا؟ لأن هذا الحديث سمعوه في غدير خم، وفي غدير خم لم يكن الحاضرين 10 و100 و1000 و2000 و10 حجة الوداع والحجاج، حجة الوداع مولانا، آلاف إن لم نقل عشرات الآلاف من المسلمين كانوا ماذا؟ كانوا قد سمعوا. يخرج البعض يقول: خب إذا كانوا سمعوا لماذا لم يعترضوا؟ مولانا هؤلاء ذهبوا إلى بلدانهم والاتصالات في ذلك الزمان موجودة أو غير موجودة. والسلطان نعم، بعد ذلك عندما تغيرت البلاد ومن عليها بعد 3 أشهر بعد 6 أشهر بعد سنة وصل إليهم أنه حصل كذا وكذا في المدينة المنورة. الآن ما نريد أدخل في البحث التاريخي إخواني الأعزاء وأحلل لماذا أنه لم يحصل هناك تغير، لم يحصل هناك معارضة. نعم حصلت هناك معارضة، وجملة من هؤلاء الذين قاتلوهم بعنوان أنهم مرتدين كانوا ماذا؟ لم يكونوا من المرتدين. أحسن. أنا ما أريد أقول الجميع حتى بكرة لا يتهم أحد، أنا لا أريد أن أقول كل أولئك الذين كذا لم يكن مرتدين في الجزيرة العربية، لا كانوا موجودين، ولكن ليسوا جميعا الذين حاربوا أخذوهم بحجة الارتداء. أحسنتم، كما الآن في مثل هذا الزمان اللي تجدون بمجرد أنه تخرج معارضة مولانا سياسية أو تخرج مخالفة سياسية مباشرة تطعن بأنها ماذا أو تتهم بأنها ماذا؟ إرهابية، عندها أجندة خارجية. ذاك الزمان ما كانوا يستطيع أن يقولون إرهابية وأجندة خارجية، كان يقولون ماذا؟ ها؟ مرتدون. مرتدون. الآن لا أريد أن أدخل كما قلت في تحليل التاريخ على أي الأحوال. إذن إخواني هذا ما انتهينا إليه بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة،
ولكن مع هذا كله أنتم تجدون إلى الآن أتباع ابن تيمية يتشبثون بصيغة صحيح مسلم فقط. نعم. يقولون أساسا فقط الصحيح هو ماذا؟ أذكركم الله التوصية بأهل البيت، حبوهم من دخلوا المجلس، قوموا لهم إذا رأيتهم قبلوهم. مولانا هذا موجود في جميع المؤمنين، المؤمنون بعضهم أولياء بعض مولانا. هذه مسألة النصرة والمحبة والاحترام هذه يقول لا تحتاج، ليست لها خصوصية في أهل البيت، في جميع المؤمنين لابد أن يتوادون فيما بينهم. نعم. مو أنها مختصة. إذا هذا معناه تفريغ هذه الأحاديث التي بذل رسول الله صلى الله عليه وآله مهجته لبيانها، تفريغها كاملا من مضامينها الواقعية. هذا ما انتهينا إليه في الأبحاث السابقة. طيب أحسنتم سماحة. طيب يعني ما هي أهم الأبحاث الأخرى التي ترتبط بحديث الثقلين سماحة السيد؟ إذا يسمح الوقت لدي. ما أدري يعني أنا إذا فقط أشير ثلاث أربع دقائق وأنتظر من الإخوة الأعزاء أنه إذا أكو هناك مداخلات. نعم. أستمع إليها إن شاء الله، ولو ببيان بعض الاقتراحات لأنه إحنا طالت الفترة. نعم. مولانا توجد هناك مرحلتان أخريان يعني دكتور إن شاء الله. نعم. اللي إن شاء الله تعالى في الأسبوع الآخر أو ندخل في الأسبوع القادم سندخل فيها. المرحلة الثالثة اللي الآن أشرنا إلى مرحلتين. نعم. المرحلة الأولى صيغة الحديث، المرحلة الثانية ماذا؟ سند الحديث، واتضح أن الصيغة هي ماذا؟ كتاب الله وعترتي وإنهما لن يفترقا وأن السند متواتر. هذا انتهينا. نعم. المرحلة الثالثة لابد أن نقف عند بحث من هم العترة وأهل البيت، لأن الحديث بشكل واضح وصريح ده يقول ماذا؟ كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إخواني الأعزاء، أيها المشاهد الكريم، في كل العالم الإسلامي، بيت القصيد أين؟ هنا. هنا أنهم من هم أهل البيت. طبعا هذا البحث لا فقط ينفعنا في حديث الثقلين، سوف ينفعنا أين؟ ينفعنا في قوله تعالى في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا اتضح ما هو المراد، من هم أهل البيت، سيتضح من هذه الآية أو هذا المقطع من الآية من سورة الأحزاب بماذا ترتبط. نعم. هذه هي المرحلة الثالثة، وهي أن نقف عند بحث من هم أهل البيت، من هم العترة. هذه المرحلة الثالثة أو عبروا عنه الفصل الثالث من البحث في حديث الثقلين. الفصل الرابع إخوان الأعزاء، البحث في أنه ماذا يستفاد من هذا الحديث، يعني فقه الحديث، يعني مضمون الحديث. إلى الآن نحن لم نتمنى في دلالة، هل يريد أن يثبت الإمامة الدينية فقط؟ هل يريد أن يثبت الإمامة الروحية فقط؟ هل يريد أن يثبت التوصية بمحبتهم أذكركم الله بأهل بيتي فقط؟ أو يريد أن يثبت لهم المرجعية المطلقة؟ وإذا ثبتت لهم المرجعية المطلقة، هل يثبت لنا العصمة أو لا تثبت لنا؟ هذا الحديث يثبت لنا عصمة العترة بعد أن ثبت في المرحلة الثالثة من هم العترة، تثبت لهم العصمة الإصطلاحية أو لا تثبت؟ هل تثبت لهم الحياة، يعني أن الحديث المتواتر يقول لا يخلو، كما لا يخلو زمان من القرآن كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهل أن العتر كذلك حتى لا يفارقون الكتاب؟ فلا بد في كل زمان من وجود واحد من العترة وأهل البيت الذين تبين من هم في المرحلة الثالثة وفي الفصل الثالث. إذن في الفصل الرابع سوف نقف عند ماذا؟ نعم. عند فقه الحديث، مضمون الحديث، العصمة. نعم. والحياة، وبيان أدوار العصمة. أحسنتم. والحياة. نعم. إذن ندخل بعض الاتصالات سماحة السيد. نعم. الأخ خالد من ألمانيا، تفضلوا. تفضلوا أخ خالد. ألو. نعم تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. بس ممكن أسلم على الشيخ، على السيد؟ طيب تفضلوا. تفضلوا. كيف حالك يا سيد؟ مرحبا بكم أخي العزيز. يعطيك العافية على هذه النصائح الحلوة وهذا الحديث الطيب، صراحة نبهتنا على أشياء كثيرة. طيب. الله يحفظك أخي العزيز. نعم. بس نتمنى أن تتواصل معنا دائما إن شاء الله. إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى
في كل جمعة إن شاء الله قبل ساعة من هذا الوقت. إن شاء الله هذا برنامجنا، وإن شاء الله نكون بخدمة المشاهدين الأعزاء لطرح مثل هذه الأبحاث. ويعذر المشاهد اليوم ما استطعت أن أدخل في صلب البحث. نعم شكرا لكم. نعم بغيت أقول حق السيد كلمة ممكن؟ نعم تفضلوا. يا سيد يا نعم. سيد اسمعني. نعم طيب تفضلوا يا أخي تفضلوا. نعم بس أقول الله يسود وجهك إن شاء الله مثل ما هذا يعني لا أبدا سبحان الله. إيه سبحان الله وفقه الله. لا الله سبحانه وتعالى واقعا ندعو له بالهداية. وإذا خاطبه الجاهلون لا لا الله يعلم. أنا أتصور بأنه بيني وبين الله لابد نأخذ بأيدي هؤلاء. أنا نعم. أتصور أن هؤلاء عبئوا إيديولوجيا، وإلا أنا ما أتصور أن هؤلاء لا معاندين ولا كذا. ولذا أدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية نواقعا، وأن يتبصروا الحقيقة. إذا كان أنا أسأل الأخ العزيز الكريم خالد لعله كان من ألمانيا. نعم. هذا الأخ العزيز الكريم المبجل واقعا أسأله، بينكم وبين الله لو أنه يوم القيامة وقفت أمام الله سبحانه وتعالى، ووقفت أمام رسول الله، ووقفت أمام من تعتقد أنت من أوليائك، وقالوا أن الشيخ الفلاني أو السيد الفلاني عندما قال كان هذه حقائق، ما كان ماذا كان إشكالك؟ هل ينفعك الندم يوم القيامة عند ذلك أخي العزيز؟ هل ينفعك الندم؟ الآن ابحث. أنا الآن ما قلت لك أن تعال أنت صير شيعي أخي العزيز، أنا قلت لك هذه حقائق موجودة في كتبكم، لماذا أنكم تتألمون عندما تظهر لكم الحقيقة؟ أسأل الله لي ولكم الهداية والمغفرة. نعم إذن نسأل الله تعالى العفو والمغفرة كما تفضلتم. أحسن. الأخ عبد العزيز من الكويت تفضلوا. أخ عبد العزيز أخ عبد العزيز تفضلوا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. أنا أول شيء أسلم على الشيخ. طيب. أو السيد ما أدري ما أعرف ما أعرف سامحني تفضلوا لا فرق يلا. أولا حقيقة يعني الشيخ جزاه الله خير أمتعنا بكتب أهل السنة والجماعة. طيب. وهذا يدل على إنصاف أهل السنة والجماعة في صحة النقل ويعني صحة ثقة النقل. طيب. ثم بعد ذلك هذا الكلام الذي أوردته من هذه الكتب لا يعني لا يلزم إلزاما أن يكون قد دخل في العترة من ليس أو ثبت لعلي بن أبي طالب من الولاية، وهي النصرة والمحبة كما فهمها جمع من العلماء والسابقين. طيب. وتضعيف شيخ الإمام أهل السنة والجماعة لهذا الحديث لا شك أنه تضعيف تضعيف، لأن الإمام أحمد بن حنبل إمام علم من أعلام أهل السنة والجماعة، وقوله ثبت يقدم على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ويقدم على قول غيره من سائر العلماء، لأنه يعني علم من الأعلام أهل السنة والجماعة، وتعرف أنت هو أول من سبق، وقد سبق غيره من العلماء الذين قد صنفوا وألفوا. طيب. أنا أريد أن أقول حقيقة أن يعني ما ذكرته من أدلة طيبة مباركة، أنا أؤمن تماما بصحة الحديث العترة، أنا أؤمن تماما لأن أنا من أتباع شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا أؤمن كذلك من يعني الأمور التي درستها على شيخ الإسلام ابن تيمية أن شيخ الإسلام ابن تيمية رجل يصيب ويخطئ، وأن يعني العصمة بحديث العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم وليس لغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية رجل يصيب ويخطئ، ولكن يعني كذلك شيخ العلامة ناصر الدين الألباني قد صحح هذا الحديث وأنا أؤمن به، لكني قد أفهمه ويعني نعم. بفهم غير الذي تفهمه أنت. طيب طيب أحسنتم أحسنتم شكرا لكم. شكرا وهو قال على سماح سيد مداخلتكم. نعم نعم وسماح السيد بين قال سنأتي إلى فقهه ودلالته. أحسنتم. لا إذا نعم عندنا دقيقة تفضل. بلي بلي إذا نعم. يسمح المشاهد الكريم أولا أشكر الأخ العزيز على هذه المداخلة جزاه الله خير. أخي العزيز في الواقع بأنه أنا عندما تكلمت أنا ما قلت بأنه أن كتب أهل السنة والجماعة ليس فيها إنصاف، أنا مؤمن بأنه في كتب أهل السنة والجماعة، أنا إشكالي على أنه لماذا لم يلتزموا بمضمون هذه الأحاديث. ليس الافتخار أن تنقل شيئا ولكن لا تلتزموا بلوازم ذلك. أنا كلامي معكم لماذا إذا أنتم تقبلون كما تقبلت وصرحت أخي العزيز أن هذا الحديث صحيح، إذا لماذا في فضائياتكم، لماذا في إعلامكم، لماذا في منابركم، لماذا في مواقعكم، لماذا في مساجدكم،
تقوم، لماذا في المسجد الحرام، لماذا في المسجد النبوي، لماذا في كل مكان لا تقرؤون كتاب الله وعترتي؟ هذه هي الأمانة العلمية التي تمتازون بها. احنا كلامنا هذا معكم، واتركوا للمسلم ان يختار. قولوا نعم هذا الحديث صحيح، لا ان تركزوا وتتشبثوا بالحديث الموضوع المكذوب الذي لا واقع له وتقصوا حديث كتاب الله وعترتي. هذا اولا. وثانيا اشكالي واقعا، هذه خطوة جيدة وطيبة منك اخي العزيز انك قبلت ان الشيخ ابن تيمية يصيب ويخطئ. صرحوا للناس، يقولوا للمسلمين نحن ليس كل ما يقوله الشيخ ابن تيمية نوافقه. ليعلم الناس أن هذا الإنسان لا يصيب ويخطئ أولا، بل أكثر من ذلك عندما قال وقد سئل أحمد بن حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح، كانت تقتضي الأمانة العلمية، كانت تقتضي من إمام كما تعبر عنه، من شيخ كما تقولون شيخ الإسلام، يقول وقد صححه ماذا؟ جماعة آخرون. هذه هي الأمانة العلمية أخي العزيز. الآن أنا ما أتكلم معك أنك تفهمها بمعنى آخر، إذا تنتظر معي إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة سيتضح لك ما أقول في هذا الحديث وفي مضمون أن الحق معي أو الحق معكم. ولكن الآن أنا دا أتكلم لماذا أنه يدلس على الناس، أسحبها، لا أقول يدلس، لماذا أنه لا يكون أمينا من الناحية العلمية، يقول ضعفه البعض وصححه ماذا؟ آخرون. لماذا فقط يقول ضعفه ولا يقول ماذا؟ إلا أن تقول أن الشيخ ابن تيمية لم يكن مطلعا. إذن كيف يمكن أن يكون إماما في الحديث، وكيف يمكن أن يكون شيخا إسلامي في هذا المجال؟ وما الحجة في قوله إذن؟ يمكن أن يكون كل ما قاله لم يطلع عليه كما في هذا. شكرا لكم سمحت عليه الله سيد كمال حيدر، شكرا لكم مشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.